أعزائي المشاهدين، بحب أرحب بكم في قناتي تعلم مع أنس. اليوم إن شاء الله راح نشوف إثبات سحب 400 دولار من شركة سبايك باي. تابعني للآخر إن شاء الله، وراح أعلمك كيف تعمل إيداع، وراح أعلمك كيف حصلنا الـ 400 دولار، وكيف تبني تيم، وكيف موضوع الشركة. طبعا شركة سبايك باي هي شركة استثمار وشركة تسويق، يعني أنت بتقدر تستثمر فيها وتقدر تبني فريق فيها. طبعا عملية التسجيل فيها عملية سهلة وبسيطة، بتدخل هذا اليوزر نيم هو اسمك مع رقم، بعدين بتحط الايميل هان، بعدين بتعيد الايميل هان، بعدين بتحط الباسورد، بعدين بتعيد الباسورد هان، بعدين بتحط اليور نيم، بعدين بتحط اول شيء اليور فيرست نيم هو اسمك، واليور نيم بتحط اسمك مع اسم عيلتك، بعدين تختار الدولة تبعتك لهان، بعدين تعمل تسجيل. هسه بعد ما تعمل تسجيل بتروح على الايميل، تضغط على الرابط اللي ودوا لك اياه عشان تاكد حسابك. هسه في بعض الاخطاء اللي بتصير، وكثير يعني براسلوني انه هان بحطوا الجيميل خاص فيهم. لا تحط الجيميل، حط اللوجن نيم هو اليوزر نيم هو اسمك ومع الرقم اللي انت حطيته باول مربع. بعد ما فتنا للشركه، بتلاحظين انا موصل للتيم ليدر. لا الليدر، شو يعني الليدر؟ يعني انا اخذت بونص من الشركه 400 دولار. بتلاحظ قديش وصلت جوائزي من الشركه، بونص 550 دولار جوائزي، ومكسبي من الشركه 875 دولار. طبعا كيف؟ هسه في ناس بحكي طيب كيف انت عملت هيك؟ ان شاء الله راح اورجيك، راح افعل قدامكم الباقه 250 دولار، راح اسحب قدامكم من الشركه. اول شيء خليني اشرح لك الجوائز تبعت الشركه وبعدين بسحب. طبعا الشركة في عندك التوتال سبايك، طبعا هذول قديش ناس سجل بالشركة بعديك، هذول اسقاطات من الشركة، اسقاطات من الشركة يعني بتعطيك يوم الشركة عشان لقدام ان شاء الله يصير عندنا راتب يومي من الشركة، يعني عادي بسموه الانفينتي بونص انكم. بتلاحظين يعني هاي ملهاش دخل بالاستثمار ولا بالفريق، هاي من الشركة هدية. هسا الفند باكج بروفيت بتلاحظين وصل 23 دولار، يعني 24 دولار، هاي من استثمار ال 100 دولار، يعني هاي من الباكج تبعت ال 100 دولار وصل ارباحي 24 دولار. هسا الكومنشن انكم هاي من الفريق تبعي. الرانك بونص هاي لاني انا انتقلت للرتبة رتبة الليدر، فانا اخذت بونص اول شيء 50، بعدين 100، بعدين 100، بعدين 400 دولار. وتوتال ايرن يعني كل شيء كسبته. هسا كيف عملية الإيداع؟ أول شيء طبعا رابط لحال الخاص فيك بيكون هان، هذا هو رابط لحاله، ولكن عشان تنشط رابط لحاله لازم تشتري باقة من الباقات. إن شاء الله راح نتعلم اليوم كيف نشتري باقة من الباقات. أول شغلة بتعمل إيداع لما عن طريق البيتكوين أو الباير. مثلا إذا تعمل عن طريق الباير إيداع، أول شيء قبل ما تعمل إيداع بتروح بتخزن محفظتك هان بالسيتنج، بتروح بتحط محفظتك هان، والحلو بالشركة وبتعمل سيف، يعني بتحط محفظتك هان عشان الشركة تعرف انه انت اللي وديت المصاري. وبعدين بتروح على الباير لهان، بتحط المبلغ اللي بدك اياه مثلا 100 دولار او 250 دولار، وبتعمل سبميت، وبتاخذ هذا الاكونت وبترسله المصاري. يعني بتاخذ البي 1046982824 بتنسخه، وبتنسخه بتروح محفظة الباير الخاصة فيك وبترسل المصدر. ها بننسخه زي هيك، بتفوت على المحفظة تبعتك، في عندك هان وود درو، تعمل وود درو. من وود درو هان بتختار الباير، بتحط الرقم المحفظة هان، وبتحط مثلا هان 100 دولار زي ما انت بدك ترسل، حطيت 100 دولار وبترسل لهم المبلغ. وهان من كانك تحط اليوزر نيم الخاص فيك، كان انا مرات بحط اليوزر نيم مان عشان يعرفوا اني انا. طب في ناس مثلا بيحكوا لي احنا معنا بيرفكت ماني، عادي من كانك ترسل عن طريق، بتعمل ديبوست بمحفظه الباير، يعني بتحول من بيرفكت ماني لباير عن طريق هان، بتعمل ديبوست بمحفظه الباير، بعدين بترجع بتحول، يعني بتحط ديبوست بمحفظه باير، وبعدين بترجع بتحول من محفظه الباير. هيك احنا خلصنا من الموضوع هذا. عشان ما نطولش عليكم، تاخينا نشوف اثبات سحب من الشركه. اول شيء خلينا انا اشتري باقه ال 250 دولار. انا حاليا هسه مشتري باقه ال 100 دولار، فانا محتاج بس فقط 150 دولار عشان اشتري باقه ال 250 دولار. يعني انا قديش بدي 150 دولار حاليا؟ انا مشتري باقه ال 200. طبعا اي شخص بده يستثمر فقط بدون تكوين فريق، بنصحه انه اذا بده يستثمر بدون ما يكون فريق،
بنصح انه يشتري باقه ال $250 يعني يبدا فيها، اما اذا بده يكون فريق عادي لو بدا بال $10. طبعا عادي انت باي لحظه من يعني هاي لساتها الباقه تبعتي ما خلصت ام ال 100، بس انا بدي ارفعها لل 250 ها بعمل باي ناو. وهل انت متاكد؟ وهي هيك انا اشتريتها، بتلاحظين خصم بس $150 فقط لا غير، خصم ما خصمش 250، خصم $150 وانا هيك اشتريت باقه ال $250. راح تصير ارباحي بشكل يوم تزيد $3 من الباقه. طبعا اذا بكره بدي ارفع لل 500 عادي، بس بدفع $250 يعني بدفع الفرق بين الباقات، حتى لو خلصت بدفع الفرق بين الباقات. طيب هذا من ناحيه الباقات، بس من ناحيه تكوين فريق ناس كثير طبعا خلينا نشوف اثبات سحب للشركه، بعدين بنشوف اثبات سحب للشركه. متى بنروح عود درو بيتكوين، من عود درو بيتكوين بنحط المبلغ اللي بدنا نسحبه، هل مثلا نسحب $250 او نسحب $270 ونعمل عود درو، وهيك احنا بنكون سحبنا. بحكي لك انه انتظر 24 ساعه، طبعا هي البيتكوين سحب البيتكوين يعني هو مش 24 ساعه، باخذ 10 دقائق بس. ان شاء الله يعني خلال الفيديو انا راح اورجيكم اثبات السحب انه وصل للمحفظه الخاصه فيه. طيب خلينا نكمل. اذا بدك تكون فريق، عشان تكون فريق بتلاحظي انا وصلت لمرحله الليدر، يعني انا اخذت بونص $400 من الشركه. هسه انت كمبتدئ بتبدا بستارتر، بيكون يعني 5% بتاخذ من عمولات من الاصدقاء اللي انت بتحلهم بشكل مباشر. اسا يوم يكون الاصدقاء المباشرين او الغير مباشرين يعملوا ايداع بقيمه $1,000 تنتقل للمستوى الاجنت، وبعطوك الشركه بونص $50، وبتصير عمولتك 6% وبتصير تاخذ من الجيل الثاني، يعني بتصير بنفتح لك جيل بتصير تاخذ منه احالات. اسيم تنتقل اسيم توصل ايداعات اصدقائك $3,000 تنتقل للتيم اجنت، بتصير عمول بتاخذ $100 بونص من الهديه من الشركه، بتقدر تسحبها بشكل مباشر. عاد شفتوا كيف انا سحبتها، وبتصير تاخذ 7% من الجيل الاول و2% من الجيل الثاني و1% من الجيل الثالث، يعني بتصير بنفتح لك كل ما تنتقل كل ما تترقى بالشركه رتبه بنفتح لك جيل بتصير تاخذ منه حاله عموله من قيمه ايداعه للباقه. هسه متوصل لليدر بتاخذ زي انا هسه موصل لها بتاخذ $400 بونص، وبصير بتصير تاخذ عموله من الجيل الاول 8% من المباشرين، بتاخذ 2% من الجيل الثاني، وبتاخذ 1% من الجيل، بتاخذ 3% من الجيل الثاني و2% من الجيل الثالث و1% من الجيل الرابع. يعني بتلاحظين بيكون فتح لي اربع اجيال. لما توصل للتيم ليدر بتاخذ $1,000 بونص من الشركه، بتاخذ $1,000، والحلو بالشركه بتاخذ $1,000 بونص، يعني موصل ايداعات اصدقائك $25,000، وبتاخذ 9% بتصير عمولتك من الشركه، وهكذا لحتى توصل لبريزيدنت وتوصل بونصك $50,000 اذا وصلت لبريزيدنت. والحلو بالشركه انها في اوليتها، فانت استغلوها صراحه. الحلو بالشركه انها باوليتها، يعني انت فرصه انك تكون احد القاده الاوائل او الوكلاء في بلدك لهي الشركه. الحلو انك فرصه انك تكون وكيل لهي الشركه في بلدك. طبعا الشركه فيها محفظتين، محفظه داخليه ومحفظه خارجيه، يعني من كانك تحول هسه انا موجود ال $62 بالمحفظه الخارجيه يعني اللي بقدر اسحب منها، هسه من كان احولهم للمحفظه الداخليه هي $60 مثلا بحطهم هان بدي احوله المحفظة الداخلية. طبعا شو وظيفة المحفظة الداخلية؟ المحفظة الداخلية عشان ترسل لأصدقائك، مثلا هان بتحط اليوزر نيم تبع صديقك وبتحط المبلغ اللي بدك ترسله، بتعمل صبمت عشان تودي لأصدقائك تبعين التيم مصاري عن طريق المحفظة الداخلية، يعني زي محفظة جوسب. ولكن الحلو بهي الشركة انها ما بتقيدك انه والله البونص بروح على المحفظة الداخلية او المحفظة، لا بروح على المحفظة الخارجية وبتقدر تسحب البونص. واذا عجبك الفيديو ضع لايك ولا تنسى اشتراك بالقناة، والسلام عليكم. خلال 5 دقائق وانا بشرح لكم الفيديو تم ارساله، نروح اورجيكم على السمري، نروح نشوف على السمري. هسه بنشوف ال $250 لهان، احنا سحبنا $270 لهان، بتلاحظين دن تم ارسالها. نروح على اي ال $270 هسه سحبناها، دن تم ارسالها. نروح نشوف على محفظه، نشوف نروح ودونا ايميل على الجيميل، وهي تم ارسال المبلغ الحمد لله، وهي تم ارساله $272.
إذا عجبك الفيديو ضع لايك ولا تنسى اشتراكه بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.